عن جد قصة غريبة، بس أنا هذا الخبر اللي هلأ رح نقرأه هذا أنا سعيدة جدا. أي أنا ضده. لا يعني طب لسه ما سمعته، استنى شوي. رح تضد. طيب الأطقم النسائية مشاهدين أكثر كفاءة من الرجال في مهام الفضاء، تخيلوا. دراسة نشرت في مجلة Scientific Reports أجرها باحثون في وكالة الفضاء الأوروبية. هذه الدراسة وجدت أن رائدات الفضاء لديهن متطلبات أقل في الاحتياج للماء وكذلك استهلاك الأكسجين وإنتاج ثاني أكسيد الكربون وعمليات التمثيل الغذائي خلال بعثات استكشاف الفضاء مقارنة بنظرائهم من الرجال. وأخيرا استفدنا شيء من فكرة أنه أنتم بتحرقوا أكثر منا. روحوا بالفضاء، هذا شيء إيجابي. راح نبعثكم إلى الفضاء. على كل حال مشاهدينا، وجدت النتائج أن في مهمة تستغرق 1080 يوماً سيتطلب طاقم مكون من 4 أفراد فقط من الإناث، طعاماً أقل بمقدار نحو 1700 كيلوغرام عما يحتاج الرجال في نفس المدة، ما يعني توفير بقيمة تتجاوز 158 مليون دولار. ونحن نتساءل، هل يكون مستقبل الفضاء للنساء حصراً؟ والله خبر حلو. لا صراحة يعني خبر حلو. إذا فهم إيه طالما إنه النساء سيذهبنا إلى الفضاء وإحنا نبقى لوحدنا على الأرض. تقدروش تعيشوا. طيب. والله. عموماً في ثقافتنا نطلق دائماً مصطلح امرأة بمئة رجل. طيب النساء اللوائي نستطيع الاعتماد عليهن أو يعملن في مهن يسيطر عليها الرجال كأعمال البناء كحرفيات مثلا في عمل السيارات. في الواقع هذه المجالات تتفوق النساء على الرجال في العديد من المهن، وعلى غرار مصطلحات الياقات البيضاء وعمال الياقات البيضاء اللي يشتغلون بأعمالهم اليدوية الحرفية في أيضا كما يقال الياقات الوردية. Pink colors. من هما؟ هي طبعا تطلق على المهن التي تعتبر مشاهدينا تاريخيا في أعمال المرأة يا عادل، مثل مثلا التمريض، رعاية الأطفال، أعمال السكرتارية، التدريس والعلاقات العامة. على فكرة يقال بأنه النساء عادة مهتمين أكثر بالإنسان بالناس، والرجال يهتموا أكثر بالأشياء. عشان هيك حتى بتلاحظ اختيارهم للمهن، النساء أيضا بيروحوا أكثر للمهن اللي فيها تعامل مع أشخاص آخرين، والرجال مثلاً هندسة كذا يتعاملوا مع الأشياء. الأشياء اللي فيها تعب الرجال يفضلون هم اللي يتطوعون لهذه الأعمال ويخلون النساء تعب جسدي. أوكي بلا أنا ما رح أجادلك بهاي، أكيد عندكم طاقة وقوة جسدية أكثر منا أكيد. طيب بزنس إنسايدر هذا الموقع وجد إنه النساء يكسبون أكثر من الرجال ب 34 وظيفة بس من أصل 550 وظيفة في الولايات المتحدة. يعني أعلى. يعني النساء هن لهن التفوق في هذه بس الوظائف. بس كلهم 43 من 550. لا بس يعني هم الأبرز. يعني احنا دائما مش حتى النص، مش حتى يعني الابرز في نص عدد الوظائف. بس يتشاركون في البقيه، مو معناته انه الرجال أكيد متفوقين أكيد فيهم. يعني مشوارنا طويل، بس احنا خطينا كثير اصلا. لكم كل شيء. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.